A review of my trip to El Orman Garden. تعبير عن رحلتي لحديقة الأورمان. My name is Karim. I am very happy to visit El Orman Garden. اسمي يكون كريم. أنا أكون سعيد جدا في أن أزور حديقة الأورمان. It's a famous place to visit. The garden opens at 9 a.m. and it takes about an hour to get there by car. إنه مكان مشهور لزيارته. الحديقة تفتح في 9 صباحا وهي تستغرق حوالي ساعة للوصول هناك بالسيارة. The online reviews are fantastic. النقد على الإنترنت يكون رائع. The gardens are very big and there are lots to see. الحدائق تكون كبيرة جدا ويوجد هناك الكثير لتراه. Make sure that you wear comfortable shoes. You can see wild flowers and plants from all over the country. تأكد أنك ترتدي حذاء مريح. أنت يمكنك أن ترى الأزهار البرية والنباتات من كل أنحاء الدولة أو البلد. There is also a small lake and a museum. يوجد هناك أيضا حديقة صغيرة ومتحف. You could bring some food with you or you could go to a nearby cafe for lunch. أنت يمكنك أن تحضر بعض الطعام معك أو أنت يمكنك أن تذهب إلى مقهى أو كافيتيريا قريبة للغداء. There is also a lovely shop near the garden that sells pottery and jewelry. يوجد هناك أيضا محل جميل بالقرب من الحديقة والذي يبيع الفخار والإكسسوارات. If you want to spend a wonderful time, you should go to the El Orman Garden. لو أنت تريد أن تقضي وقت رائع، فأنت يجب أن تذهب إلى حديقة الأورمان. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات.